سؤاله الثاني يقول: ما حكم مشاهدة التماثيل التي تعرض في الفيديو أو السينما أو ما في حكم ذلك، ولا سيما وهو معروف أن في تلك التمثيليات كثير من النساء المتبرجات؟ مشاهدة الصور في التلفاز أو في الأفلام، الصور الخليعة للنساء أو للرجال الذين لم يتستروا أو على فعل الفاحشة أو على فعل بعض المنكرات، كل هذا لا يجوز. فلا يجوز للمسلم أن يشاهد صور النساء غير المتحجبات ولا شبه العاريات ولا صور الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو يلعبون بما حرم الله من القمار أو بالملاهي، آلات الملاهي، أو يتعاطون الغناء المحرم. كل هذا يجب تركه والحذر منه، لأنها منكرات مشاهدتها لا تجوز، ولأن مشاهدتها أيضا قد تجر إلى فعلها واستحسانها، فينبغي المؤمن أن يصون نفسه عن ذلك. وإنما يرى من التلفاز ما فيه المصلحة، كمشاهدة ندوات علمية أو صناعية أو غير هذا مما ينفع المشاهد. أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز. بارك الله فيكم.